بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أبائي. اخترت الليلة دي أكلمكم نص ساعة أو أقل في مراجعة قانون الإيمان. إحنا ككارزين واحدة من أهم المهام اللي المفروض نكون أتقناها شرح قانون الإيمان. ليه؟ لأن برنامج الموعوظين أهم ما في الحتة دي. يعني عشان الموعوظ يدخل على المعمودية الحياة مش كفاية يحفظ قانون الإيمان صم، لازم يكون فهمه ومؤمن به ومقتنع بكل كلمة فيه. فالحقيقة أهم كونتنت في البرنامج احفظوا أبانا الذي شفاعة والدة الإله أمين أمين قانون الإيمان، ونشرحه لهم كذا مرة يتعمدوا بعد كده. فقانون الإيمان يمثل أساس جدا في موضوع الموعظين. قانون الإيمان بيبدأ بكلمة مهمة بالحقيقة. أولا قانون الإيمان في الهيستوري ليه قصة مهمة أوي نكون مذاكرينها. قانون الإيمان اتحط على ثلاث محطات. قبل كده كان في قوانين إيمان باي ذا واي، بس كانت صيغة إيمان زي اللي بنقولها في المعمودية. اللي بيحضر منكم معمودية أؤمن يسوع المسيح وأعترف بالله الآب، خمس سطور كده إيه زي مختصر قانون الإيمان. اللي يدرس قانون الإيمان يلاقي إن كان في صيغ قبل أسناس قبل نقي، بس ما كانتش موحدة، لكن كلها صح. الله الآب والابن والروح القدس، المسيح جه وصلب ومات من أجلنا وقام وفي حياة أبدية. أدي الكونتنس بتاعت قانون الإيمان لغاية ما طلع أريوس. كانت بداية الأزمة بقى، شكك في ألوهة المسيح، طبيعة المسيح، هل هو إله حقيقي ولا لا. من هنا اجتمعت الكنيسة حكمت على أريوس، لكن لقت ضرورة من توحيد صيغة الإيمان في العالم كله. كانش في طوائف بقى، فعشان كده يسموه قانون الإيمان النيقاوي، وساعات يسموه قانون الإيمان الأثناسيوسي، لأن اللي حط الصيغة الأساسية كان أثناس، مع أنه كان شماس، بس 318 أجمعوا على الصيغة دي. كلام ده 325 ميلادية يبدأ من بالحقيقة نؤمن، يقف عند النعم نؤمن بالروح القدس، كان يخلص هنا. بعدها بحوالي 60 سنة كان في أزمة أخرى، مقدونيوس طلع شكك في الروح القدس، فاجتمعت الكنيسة تاني وبقيادة القديس تيموساوس بطرك اسكندرية برضو، كملت على قانون الإيمان بإجماع الكنيسة العالمية. نعم نؤمن بالروح القدس الرب، لأن كان في تشكيك، هل الروح القدس انرجي ولا أقنوم؟ يتقال عليه ربنا زي يسوع، الروح القدس ده ربنا، أيوة. فبقت نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي، الإعلاقة بالآب، المنبثق من الآب، ودي عاملة أزمة دلوقتي ماشي، لأنه ده اتحط في المحطة الثانية وختمت وننتظر قيامة الأموات. المحطة الثالثة جت وقت القديس كيرلس الكبير. أثناسيوس ده البطرك 20، قعد 328 ميلادية، يعني بعد ما كان شماس، بعد نقي بثلاث سنين بقى بطرك. إنما كيرلس الكبير ده 24، ففي ثلاث بطاركة بينهم. وقت كيرلس الكبير طلعت أزمة جديدة، نسطور ما قالش زي أريوس بالظبط إن المسيح مش إله، ولا قال زي مقدونيوس الروح القدس مش إله. نسطور لخبط العلاقة بين الناسوت واللاهوت، لخبط الحتة. وكان الحجة اللي بيقولها أو العبارة اللي كان يستخدمها، ما تقولوش على العدرة والدة الإله، قولوا إيه؟ أم يسوع. فطبعا كنيسة قامت ما قعدت، لا، طول عمرنا بنسميها أم الله. أم الله مش معناها مصدر لاهوت، أم الله يعني اللي تولد هو الله. والملاك قال كده، القدوس المولود منك، اسمه قدوس من الأول، يدعى ابن الله، يبقى ابن الله، ما غلطناش. هي مديان ناسوت، لكن هو إله بالحقيقة من قبل العذراء. هنا تحط الجزء الثالث اللي هو إيه بقى؟ المقدمة. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا، المجد لك، نمجدك إله، نمجدك إله، وهي أم الله.
إذن في ثلاث محطات طلعوا لنا قانون الإيمان. قانون الإيمان اتفق في العالم كله أن يتصلى به في كل الليتورجية. عشان كده الأصل في الإكليل بنصلي، بس ما بيتقالش للأسف دلوقتي، أصل الطقس كده في صلاة الإكليل يتصلى قانون الإيمان، في الخارجة نصلي قانون الإيمان، في المعمودية قانون الإيمان، في القداس طبعا، في العشية كل ما نقف نصلي كشعب لازم نقول قانون الإيمان من أول نعظمك، لأن ده اللي يجمعنا كلنا ككنيسة واحدة وحيدة مقدسة. أصل كلمة كنيسة واحدة هي قانون الإيمان، إنها متفقة على الإيمان الواحد. إذن بالضرورة أنا عشان أخلي واحد مش مسيحي يبقى مسيحي مدخلي قانون الإيمان اللي بيها يتعمد. من آمن آمن، هنا بالنسبة لي قانون إيمان، واعتمد خلص، يبقى ده الترتيب بتاعه. يبدأ قانون الإيمان بكلمة هي بالنسبة لنا كلمة تلقائية. الحقيقة الكلمة دي أنا عملت فيها مؤتمر كامل بالحقيقة، لأن اللي يدرس الإليسية في اليوناني اللي هي الحقيقة، أولا كلمة الحقيقة دي المسيح كان بيستخدمها كتير قوي، كل مرة يقول الحق الحق يقصد بها بالحقيقة الحقيقة. This is the truth. Truly truly. So the truth الحقيقة حاجة واحدة مش ممكن نغير فيها ولا نختلف عليه. عشان كده ما ينفعش حد يضيف على قانون الإيمان أو يطرح منه أو يغير فيه أو حتى ما تعجبوش يقلبها. This is the truth. في فرق بين انك تصيغها، لا نغير في الصيغ زي ما انت عاوز، في الباسيلي والغيرغوري والكيرولوسي وذهبي الفم واليعقوبي، دي الليتورجيات كلها بتقول الايمان بصيغ مختلفه، بس ولا واحد فيهم بيقول حاجه غلط. خلي بالكم ما بيقولوش حاجه غلط، الايمان هو الايمان بس بيعبر عنه بصيغ. لو انتوا فاكرين من سنه او اقل اديتكم محاضره عن صيغ التجسد، كلمه تجسد دي جت على الأقل ب 12 فعل في الكتاب، ممكن يتقال نزل، ممكن يتقال صار جسدا، ممكن يتقال دخل إلى العالم، ممكن يتقال أشرق، بس كلهم بيقولوا حقيقة واحدة أن الله ظهر في الجسد. لكن الحقيقة دي الإكسبريشن بتاعها مختلف، بس there is only one truth but you can express the truth in many sentences. بس المهم مفيش ولا جملة بتقول التروس بطريقة غلط. يعني لو قلت الله تحول إلى إنسان غلط، فاهمين الفكرة؟ غلط، هو لم يتحول إلى، تحول يبقى ما بقاش إله، لا هو تجسد. يعني إيه؟ لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر ولكنه هو الإله الحقيقي، ما زال إله ثم صار إنسانا، زي ما تكون أنت بني آدم وبقيت دكتور مثلا، مع القصور في التشبيه. هو انت لما بقيت دكتور ما بقيتش انسان؟ ما تحولتش الى، ما فيش التحول، يعني اختفت الحاله الاولى، لم اختفت. ارجع لكلمه بالحقيقه، يبقى كاننا في قانون الايمان بنقول الحقيقه هي رص كل اللي جاي بعد كده. فهمتوا الفكره؟ عشان كده الشماس في الطقس القبطي يقف على المذبح ويصرخ يقول انصتوا بحكمه بالحقيقة، انصتوا بحكمة يعني ركزوا في اللي هتقولوه. عشان كده خطأ تماما ان قانون الإيمان يتقال كر. من أسوأ الأمور في الليتورجيات ان نعظمك تبقى نعظم الله كده يعني. طب ايه إيمانك بقى؟ ده هو ده الإيمان اللي على أساسه انت بقيت مسيحي، ده المفروض يتقال كلمة كلمة. وأنا شخصيا عادة بحب الشعب كله يقولها ويقولها بصوت واحد، لأن احنا بنراجع إيماننا اللي بيه بنخلص، هو ده عقيدتنا، هي ده الحقيقة بالنسبة لنا. نؤمن هنا، نؤمن طبعا لو مشيت كلمة كلمة مش هتروح، لكن هحاول أجري بعد شوي. أن الحقيقة ليست موضوع للفهم 100%، بمعنى طبعا بتوع الأبولوجيتكس هنا بقى يلحقوني، في بعض الأمور لا تدرك، لأن كلمة إدراك معناها كمال الفهم. هل أنت كنت موجود في لحظة الخلق عشان تدرك كيف خلق الله الكون؟ لا. فبالتالي القديس بولس عبر وهو فيلسوف، قال بالإيمان نؤمن أو نثق أن الله كون العالمين مما لم يكن، يعني خلق العالم من لا شيء.
ده إيمان، لكن you cannot prove it literally، يعني إنك لازم ترجع كذا مليار سنة مثلا وتحضر اللحظة دي، فمش هينفع. فأنت درس يعني لازم يكون في نوع من البيليف، I believe، ودي أكتر كلمة بنقولها في الليتورجية، I believe مش I understand. خلي بالكم مش بتلغي الunderstanding، لكن هي أساسها العلاقة بالله. I believe ربنا قال لي أنا ربنا، I believe أنا خلقت، أوكي أنا أب وابن وروح قدس، أوكي. لو قلت لي مش فاهم أو أقول لك معلش ده ما بيلغيش الإيمان، لأن لو قلت لك أنت فاهم نفسك تقول لي برضو مش قوي. طب أنت إنسان؟ آه إنسان، I believe، لكن أنت مش فاهم كل اللي جواك أساس، مش فاهم الخلية اللي في جسمك بتشتغل إزاي، بس ستيل أنت عايش وفيك خلايا عايش. مهم نؤمن بإله واحد، بأولا نحن نؤمن بلاهوت واحد. كلمة إله واحد يا جماعة يعني الأقرب في التعبير ألوها واحد. We are believing in one divine nature. There is only one God. One God we mean not number one. مش بنتكلم هنا عن one بالمعنى number. بنتكلم أنه there is no other divine natures. بدل في ربنا يبقى أي حاجة تاني ما تنفعش تبقى في ربنا. دي عشان تفهموا قصتها. كان في الوقت ده أثناسيوس وهو شاب كتب أول كتاب ليه اسمه الرد على الوثنيين. أثناسيوس بيتكلم بمنطق جميل قوي، لأنه بيتكلم يونانيين ورومانيين كان عندهم تعدد آلهة ساعتها. قال لهم أنتوا بتقولوا في إله فلان والإله فلان والإله، وبعدين بتقولوا الإله ده مطلق القوة وده كمان مطلق القوة. طب ده لو مطلق وده مطلق، مش واحد فيهم كان لغى التاني؟ وده قديم قوي وده قديم قوي، مش فيهم واحد قبل التاني؟ يبقى اللي بنعتبره مطلق ده وقديم قوي ده ربنا، اي حاجة تاني ما ينفعش يبقى ربنا. يعني كان بيتكلم بمنطق لطيف جدا انه ما ينفعش يكون في اكتر من one God، لانه التاني التالي يبقى مش ربنا. اللي مالوش بداية واللي مالوش حدود هو ده اللي بنسميه ربنا، otherwise مش ربنا. فحتى بالعقل منطقية، لكن ستيل بتحتاج إيمان. طبعا خلي بالكم أنا بقول الحتة دي ليه، إحنا ساعات نكرز لشعوب بتؤمن بتعدد آلهة، فلازم تاخدوا بالكم إحنا ساعات نجامب لأننا طلعنا في مجتمع يميل بوجود الله، على طول بيبقى قضيتنا نسبة المسيح ربنا. لا لا، بالنسبة لشعوب تانية مش دي القضية الأولى. القضية الأولى إنك الأول توصل للناس ان في حاجة اسمها ربنا وما ينفعش يكون في غير ربنا واحد، وبعد كده ندخل نشوف طبيعته بقى شخصيته. لكن الاول there should be only one God. If there is God there shouldn't be many gods، لان ما ينفعوش واحد يبقى ربنا والتانيين دول يبقوا ايه عمايله بقى، يبقوا نتائجه. الله الاب ضابط الكل. الله الاب يعني الله الاب هنا بمعنى السرمدي، يعني اللي ملوش حدود. اب ضمنيا تعني لا اول ولا اخر لي. فهنا برضو في شرح للموعوظين لازم توصل انه الفرق بين الانسان وربنا. تصوروا اللي قدامي شخص افريقي بسيط او اسيوي بسيط، عاوز يعرف الفرق بين الانسان وربنا، اقول له انت ليك اول وفي الاخر ليك اخر، بس هو ده ملوش اول وملوش اخر. وضابط الكل صفة جميلة، يعني ايه؟ كل حاجة هو ضابط، كل حاجة under his control. البانتوكراتور معناها ببساطة ما فيش حاجة صغيرة او كبيرة في الكون ده كله طلع برا. انا بقول كلام ساذج بالنسبة لكم، بس انا براجع، لان المفروض الشرح اللي انا بقوله تقولوا احسن منه في كل خدمة هتروحوها، ودي تبقى فرحان جدا لما تيجي اللحظة اللي تشرح فيها قانون الايمان. انت بتجهز الشخص للولادة، بتحضروا للولادة الجديدة اللي هي المعمودية. خالق السماء والأرض هنا معناها نحن نؤمن كمسيحيين بالخلق. كل من لا يؤمن بالخلق لم يعد مسيحي. خلي بالكم النهاردة في مسيحيين في الغرب كتير هم أمنوا بالإيفوليوشن بالطريقة المطلقة اللي بيها they doubt creation. There is no creation, there is no creator.
وطبعا بيقولوها ساعات بفلسفه بعضهم يقول لك اوكي maybe there is God but there is no creation still now you are not Christian. ما ينفعش تبقى مسيحي ولا تؤمن ان الله خلق. خلق يعني صنع ابدا في حاجه ابتدت بايد ربنا باراده ربنا. الخلق وراء اراده حره وراء معاد. بدل خلق يبقى فيه معاد تحط في بدايه وفي مينينج. ما فيش حد بيعمل حاجة without meaning. يبقى أي حاجة في الدنيا اتعملت عشان حاجة. خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. إيه قيمة ما لا يرى هنا؟ يعني بنزود بقى في السطور وخلاص في الكلام والحشو. من البداية نحن نعلن أن هناك عالم آخر غير منظور including الملائكة في الحتة دي. احنا مش ذاكرين الملائكة. ممكن واحد يقول الله انتم ما حطيتوش الملائكة في قانون الإيمان ليه؟ مش المسيحية تؤمن بالملائكة في ما لا يرى؟ واضحة؟ ما حطيتوش كلمة الملكوت ليه؟ ما هي في ما لا يرى ملكوت السماوات. فردوس النعيم مش جاية بالنصف بالحقيقة نؤمن ليه؟ ما لا يرى. أوكي؟ لأن الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى. فأنا مصدق أنه في عالم آخر وفي أمور كتيرة قوي أنا مش شايفها مخلوقة. يبقى الملائكة مخلوقين. مفيش حاجة أزلية أبدية. كله مخلوق. الوحيد الأزلي الأبدي هو ربنا. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد. إله واحد ورب واحد. الله إيه بقى العلاقة؟ علاقة أب وابن. علاقة مصدر. علاقة كيان وخارج منه. نور من نور. عشان دي الحتة الصعبة قوي في الفهم شوي. فدي اللي عبر عنها قانون الإيمان باستفاضة شوي. تلاحظوا في حاجات بعد كده ايه خبط خبط كده. تجسد وتأنس وصلب وقبر وقام واخدين بالكم على طول حاجات طبيعية actions. انما جينا عند الابن بالذات هتلاحظوا استفاضة. اولا لان الاريوسية كانت ازمتها الابن. كان تشكيك في لاهوت الابن. ثانيا هو فعلا ادراك العلاقه بين الاب والابن فوق العقل شوي. فابتدينا نحط بقى التعبيرات اللي تقرب شوي. لكن هي في الاخر kind of belief. I believe الله الاب وابن الوحيد يسوع المسيح. هنا ليه الوحيد؟ مش حضرتك ابن ربنا؟ ها؟ ليه بنسميه الابن الوحيد اذا كنا كلنا بنقول ابانا الذي؟ الوحيد في الجوهر. يعني ايه الوحيد الجنس هنا مقصود بيها ايه؟ الوحيد اللي من نفس جوهر الاب. هو الوحيد اللي فيه ملء اللاهوت. He the only God of God, light of light. His nature is God. انت مدعو للألوهة دي بالمشاركة زي مدعو للتبني. فاهمين الفكرة؟ لكن انت مش ابن بالطبيعة. أبسط مثل بيها لو أنت عندك ولد من ابن ولد شخصي وجبت عيال تبنتهم لو في بلد تانية في الآخر كلهم بيقولوا يا بابا. بس الحقيقة أوريجينالي في فرق. ابنك اللي طالع منك ده ابنك الوحيد. الباقيين دول على حسه خدوا اللقب. احنا خدنا البنوة من خلال الابن الوحيد. لكن هو ابن وحيد. وحيد هنا في الجوهر. وحيد الجنس. يبقى الوحيد اللي من نفس جوهر الاب. على فكرة من نفس جوهر الاب ادق تعبير لاهوت. لانه واحد مع الاب في الجوهر اللي هتيجي دلوقتي ممكن تفهم خطأ. هنقولها مولود من الاب قبل كل الدهور. يبقى الابن ازلي. يبقى الازلية مشتركة بين الاب والابن. ومولود هنا هو ادق تعبير استخدمه المسيح عشان نفهم ان ربنا يسوع اله من اله. هو ربنا بالظبط. ربنا اللي نقدر نشوف. زي ما انا ما اقدرش ادخل الشمس اشوف اقدر اشوف النور اللي طالع. بس لما بقول النور بتطلع الشمس. ما هي الشمس ونورها واحد. نور من نور. اله حقيقي. كلمة حق على فكرة في العربي القديم معناها حقيقي. كلمة حق اوريجينالي معناها حقيقي. يعني مش اله مجازي زي ما قصدها اريوس. من إله حقيقي. وعشان كده نقول جسد حقيقي. دم حقيقي. كل كلمة حقيقي دي مهمة عندنا قوي في الطقس وفي الليتورجيات عموما. مولود غير مخلوق. هنا بقى التأكيد ليه؟ لأنه الآب خالق كل شيء. هل ده يعني الابن؟ نو.
الابن مش تحت كلمة خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. الابن مش في السماء ولا الأرض ولا ما يرى وما لا يرى. الابن في الآب، أنا في الآب والآب فيه. الابن مشترك في الخلق، الابن غير مخلوق. المسيح له المجد ما تخلقش، المسيح موجود من الأزل، نور الآب مساوي للآب. هي في اليوناني بالضبط الجوهر للآب والابن واحد. مساوي، أصل مساوي خلت البعض يفتكرهم اتنين قاعدين جنب بعض، اتنين إيكوال زي أنا وأبونا مارك وأبونا ماركوس إيكوال في الكهنوت، بس احنا التلاتة منفصلين. ده ما يستقيمش مع الآب والابن. هو من نفس جوهر الآب، من نفس طبيعة الآب. الذي به كان كل شيء، طبعا ده التعبير اللي في يوحنا واحد على المسيح، به كان كل هذا الذي. بصوا بقى اللي فات ده كله بنسميه طبيعة الله. لسه هندخل نعم نؤمن بالروح القدس، بس احنا دلوقتي الجزء الخاص بالابن، المسيح له المجد. الابن بنتكلم في الاول عن طبيعته كإله حقيقي، وبعدين عن عمله بيسموه التدبير بقى. يبقى قبل ما يتجسد، قبل ما يبص علينا، هو الخالق، هو النور، هو أصل كل شيء. من أجلنا بقى، من أجل خلاصنا إحنا كبشر، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. إيه قيمة من أجلنا ومن أجل خلاصنا؟ لأن كان في حوار لاهوتي صعب وفلسفي وما انصحكوش تقروه. هو كان في ضرورة ان المسيح يتجسد ولا لا؟ طبعا ما كانش في ضرورة تخصه هو، يعني ربنا كان مزنوق فعاوز يتجسد؟ لا، التجسد ده من اجلنا، الصلب ده من اجلنا، الموت ده من اجلنا، القيامة دي من اجلنا. انما هو في حاجة من دول عملها لنفسه خالص، صام من اجلنا، اتعذب من اجلنا، لكن هو ما فيش ولا حاجة عملها من أجله. لأن الحوار ده طبعا بالنسبة لكم يمكن لا يعني شيء، لكن في التاريخ كان في فلاسفة كتير يقولوا يعني هو ربنا كان لازم يتجسد؟ لا، ده من أجلنا، لأنه بيحبنا، ما ينفعش يتفرج علينا وإحنا اخترنا الموت لنفسنا. فمن أجلنا نحن البشر، من أجلنا يعني إيه؟ رجع شرحها، من أجل خلاصنا، خلصنا ضمنيا من الموت والفساد والخطية والشيطان، نزل. طبعا نزل برضو تعبير مجازي، لأن النزول مش معناه مكان فوق وتحت. نزل يعني تنازل ضمنيا، لكن كمان التعبير ده استخدمه المسيح لما بيكلم نيقوديموس، قال له ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. والعذراء ومن مريم العذراء تأنس، يعني ايه؟ هنا طبعا بنفهم الروح القدس جهز بطن العذراء، جهز انسانية المسيح من بطن العذراء. اما الابن الكلمة اتحد بالناسوت جوه بطن العذراء. فالروح القدس مع العذراء جهزوا الناسوت. فهمتوا الفكرة؟ العذراء ادت الطبيعة البشرية، بتقديس الروح القدس جهزت ناسوت للمسيح. مسيح له المجد كألوها لاهوتو، التصق أو اتحد أدق بالناسوت جوه بطن العذراء. عشان كده ساعات نسميه المعمل، بطن العذراء ده المعمل. من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من التجسد من مريم العذراء تأنس. مش قلت تجسد، هو حشو كلام. ليه تأنس؟ لا، مهم. أصل تجسد لوحدها تفهمت عند بعض الناس، خد الفريم بتاع البادي، يعني خد ايه؟ شكل انسان. بس هو الانسان ما يكملش الا لو في جسد ونفس انسانية. فتجسد اتحط لها تأنس عشان تأكد ان المسيح له جسد انساني ونفس انسانية. ده غير الالوهة. حد فهم حاجة ولا اخطيت؟ مش هعمل كده تاني، هخلص في 5 دقايق ونصلي وربنا يرحمنا. التأنس أحبائي تأكيد على كمال الناسوت، يعني ناسوت المسيح ما كانش شكل خارجي للإنسانية، كانت إنسانية كاملة. إنسانية كاملة يعني إيه؟
أنا كإنسان ما ينفعش يتقال علي إنسان لمجرد أنك شايف بادي. طب ما أنا ممكن أعمل بتاع بلاستيك كده وأقول لك ده بني آدم، مفهوش روح يا عم، مفهوش نفس، ده شكل كده. فالمسيح ما خدش شكل إنساني بس، خد إنسانية. عشان كده لما يقول في يديك أستودع روحي، روحه الإنسانية ملاش دعوة بالروح القدس دي. لما يقول نفسي حزينة، دي نفسه الإنسانية طبعا، بيحس طبعا وبيموت موتة طبيعية كإنسان، إن نفسه بتطلع منه أو روحه بتفرقه، النفس والروح هنا زي بعض. تأنس وصلب عنا، خلي بالكوا بقى إن بالحقيقة نؤمن قالت من أجلنا وقالت عنا، قالت فكرة النيابة عنا دي يعني نائب عنا، إنه مات من أجلنا ومات عنا، دفع الثمن عنا، صلب عنا على عهد بيلاطس البنط. ايه قيمة بقى نجيب المدعو بيلاطس ده؟ يعني مجدناه قوي، دخلناه في بالحقيقة نؤمن بقالنا 2000 سنة بنقوله، ما يستاهلش. ايه قيمة التوثيق التاريخ ان هذا حدث في التاريخ؟ مش هنقدر نحط له رقم، لان الرقم ممكن يقول ايه سنة 30 ولا سنة 32. الاخطر في الوقت ده التاريخ بالاباطرة والولاة والقياصر. فهنا تاريخيا هو حدث تاريخي، لان المسيح تأنس فبقى انسان، انسان يبقى تاريخ، يبقى زمن، يبقى يوم وليلة. فهمتوا الفكرة؟ فهنا عشان ما حدش يفتكرنا بنقول ميثولوجي، بنقول أسطورة، بنحكي حكاية نريح للعيال، يعني احنا بنحكي تاريخ. الله دخل التاريخ. تألم برضو تؤكد انه الناسوت حقيقي، ما كانتش مسرحية موت المسيح، كانتش تمثيلية، ده تعذب بجد، وجع بجد. قبر ضمنيا ومات وقبر، قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. هنا في جملة صغيرة انكلودد الوحي كله. إنه ممكن واحد يقول لي طب مش كانوا يحبشوها بشوية نبوات من العهد القديم وبتاع؟ بص هو الصيغة، الصيغة الموحدة لما قالت كما في الكتب جمعت 300 نبوة عن المسيح في العهد القديم، وأثبتت أن المسيح له المجد، هو شخص العهد القديم والعهد الجديد، هو محور العهدين، وأن الكتب كلها عشان خاطر المسيح له المجد. وصعد إلى السماوات، خلي بالكم الأفعال كلها تعود إلى كلمة من أجلنا. كلمة من أجلنا ده كأنها عنوان، من أجلنا ومن أجل خلاصنا. حط بقى نزل، تجسد، صلب، قبر، قام، صعد، كل ده من أجلنا. عشان لو قلت لي صعد من أجلنا يعني إيه؟ أقول لك ما أنا يوم القيامة هصعد بقوة صعوده. لو هو ما كانش صعد ما كنتش أنا صعدت يوم القيامة. يوم القيامة هقوم بقوة قيامته. لما أنا أموت أنا باخد بموت جنبه في القبر بتاعه، فأنا مش خايف من الموت، هو نزع الشوكة. فيبقى اللي عمله كله لحسابي أنا. يبقى نزوله وتجسده وموته وقيامته وصعوده كل ده اتنقل لحساب البشر. فبقينا بنقوم على حسه، بنصعد على حسه. من أجلنا صعد إلى السماوات وجلس، برضه هنجلس على حسه عن يمين الأب. وأيضا دي بقى ليه وأيضا؟ ليه اتحطت وأيضا؟ بقالنا 8 أفعال وا 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 وا. ليه وأيضا هنا؟ حد يفتي بقى حتة عربي كده، عشان دخلنا في المستقبل. اللي فات ده كله حصل 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 حصل، اللي جاي فعل مستقبلي. لكن بنفس الإيمان اللي حضرنا بيه كل اللي حصل نؤمن بنفس الدرجة أنه جاي. يبقى احنا محصورين بين مجيئه الأول ومجيئه الثاني، نؤمن أنه أتى وخلصنا وأيضا يأتي في مجده. عايشين في الحالة دي ما بين مجيئه الأول ومجيئه الثاني، وده اللي مثبته الإفخارستي. مسيح قدامنا على المذبح كل يوم، هو ده اللي جه وهو ده اللي جاي، اللي قدامنا اللي بناكله اللي بنلزق فيه. أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. هو أتى ليخلصنا، أما المجيء الثاني من أجل الدينونة. الدينونة مش معناها كره للأشرار، الدينونة معناها الفرز، النهاية، العدل الإلهي بقى. بمعنى إيه؟ خلاص مين بقى اللي اشترى المسيح وآمن بيه ويخلص، ومين رفض الخلاص للنهاية؟ الأحياء والأموات ضمنيا معناها إيه؟ الأموات يدانوا، يبقى هيصحوا. يعني اللي عايشين في زمن القيامة
واللي ماتوا كله هيقوم عشان يدان، يبقى ضمنيا يوم القيامة كله لازم يقوم، يبقى الأموات يقوموا الأول. الذي ليس لملكه انقضاء دخلنا في ملكوت السماوات، يبقى الملك الأبدي للمسيح. نعم نؤمن بالروح القدس، دي كانت نهاية ستيشن 1 بتاعت نقية، كانوا خلاص كل الكلام اللي فات عن الابن، يبقى الآب أول سطر والروح القدس كان آخر سطر، وكل اللي في النص ده خاص بالابن. نؤمن بالروح القدس. لما حصلت أزمة مقدونيوس وجاء مجمع القسطنطينية ابتدى يكمل الرب، دع الروح القدس المحيي. إذن لا حياة بدون الروح القدس ولا خلاص بدون الروح القدس، حياة الأبدية مرتبط بروح المسيح. طب إيه علاقته بالآب؟ منبثق من الآب. تجاوزا في اللاهوت ممكن نسمح بتعبير الآب مصدر الألوهة، يخرج منه الابن ويخرج منه الروح القدس. بمعنى إيه؟ كتشبيه الشمس طالع منها نور وطالع منها حرارة، بس ما فيش شمس من غير سخونة، ما فيش شمس من غير نور. فإحنا كلمة طالع مش بتضعف موقف النور والحرارة، لا. فحطينا الولادة زي ما قالها الإنجيل، الولادة فعل خاص بالمسيح، الانبثاق فعل خاص بالروح القدس. يعني يتقال إيه؟ الآب والد غير مولود ولا منبثق، الابن مولود غير والد ولا منبثق، الروح القدس منبثق غير والد ولا مولود. حد فهم حاجة ولا باظت خالص؟ يعني في صفة أو في فعل خاص جدا للأقنوم. الآب يقال عليه ما ينفعش تقول مولود ولا منبثق، كلمة منبثق خاصة بالروح القدس، كلمة مولود خاصة بالابن. فاهمين الفكرة؟ فأقدر أقول الآب هو الوالد غير مولود وغير منبثق، الابن مولود غير والد ولا منبثق، الروح القدس منبثق غير والد ولا مولود. ربنا معكم. نسجد له. بصوا الكلمة الأخيرة دي بقى في عين مقدونيوس، نسجد له. ونسجد لمين؟ نسجد لمين؟ لا، بنتكلم عن الروح القدس. نعم نؤمن بالروح القدس. نو، نسجد للروح القدس ونمجده مع الآب والابن. فهمتوا الفكرة؟ ما احنا بنتكلم عن الروح القدس، فتأكيدا أنه رب وأنه أقنوم نقول نسجد للروح القدس ونمجده مع الآب والابن. فنسجد للثالوث ضمنيا، ما هي هي ماشي، بس احنا اصل ذكرنا الآب والابن بدري. الناطق في الأنبياء، بنرجع نوصف الروح القدس، مين اللي نطق في الأنبياء؟ الروح القدس، فبنديله صفة أخرى أن الأنبياء ما تكلموش من دماغهم. وبكنيسة واحدة. أخيرا بقى بصوا، الثالوث الأقدس هو أساس قانون الإيمان، لكن بصوا عظمة قانون الإيمان، تضمنت ذكر الكنيسة. في واحد يقول يعني ندخل ربنا جنب الكنيسة؟ يعني صحش برضه، قانون الإيمان خاص بالله. لا، ما هو ما يكملش الخلاص إلا بالكنيسة، فكان لازم يتذكر الكنيسة، لأن الثالوث الأقدس صنع كنيسة، فلك نجاة، طريق للخلاص. فنحن نؤمن بالحقيقة، نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولين. إيه معناها دي ببساطة؟ بأن المسيح له المجد عمل كنيسة، يعني عمل جسد خاص به. الجسد ده بيكون إزاي؟ بيكون عن طريق الإيمان الواحد، فواحدة مرتبطة بالإيمان. فهمتوا أزمة الكنائس النهاردة إيه؟ لا يمكن تعود الكنيسة واحدة إن لم يرجع الإيمان كله واحد، وبالتالي تظل الكنيسة وحيدة. يعني ما ينفعش يبقى فيه كنائس كتيرة، كنائس كتيرة يعني الحقائق كتيرة. كلمة الحقائق كتيرة في علم المنطق ده نونسنس، ما فيش حاجة اسمها حقائق كتيرة، هي حقيقة واحدة، فتبقى كنيسة واحدة لأنها عمود الحق وقاعدته، مقدسة لأنها مساقة بالروح القدس، جامعة يعني ممكن بقى يبقى جواها السورياني والهندي والأثيوبي والأمريكاني والقبطي والصعيدي، عادي جدا. جامعة يعني طالما اجتمعوا على الإيمان الواحد والمعمودية الواحدة يبقوا كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة تجمع كل شيء. رسولية يعني بدأوها الرسل حسب تسليم المسيح، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. ونعترف اللي يخلي الكنيسة واحدة، معمودية واحدة لمغفرة الخطايا. إذن المعمودية هي الطريق للغفران. طبعا أنا مش عارف البروستانت في الحتة دي بيعملوا إيه،
عشان كده بقول لكم البروستانت بطلوا يقولوا بالحقيقة نؤمن، مع محبتنا ليهم بطلوا تقريبا يقولوها، وده بيزيد الانشقاق صعوبة، لأن الإيمان المستقيم بيعلن أن المعمودية للغفران. يبقى في سر، في قوة في المعمودية، وهي أساس الكنيسة الواحدة. وأنا أختم بقى إيه؟ طب عايشين بقى بالعز ده بالكنيسة بالمعمودية. على فكرة كلمة كنيسة تتضمن داخليا بقية الأسرار. طالما المعمودية يبقى ضمنيا أنت دخلت عضو حي في الكنيسة، تتمتع بالغفران والأسرار والتناول. وننتظر، يبقى عايشين كلنا في حالة انتظار للمجيء الثاني وحياة الدهر الآتي. ننتظر لا حياة على الأرض، انتظارنا دايما للحياة الأبدية. عشان كده الحتة دي بالذات بنغنيها، الحتة دي بنرتلها. ليه؟ لأن هي دي شهوتنا بقى. اللي فات ده كله بنقوله زي العساك، بالحقيقة نؤمن بإله كده يعني، لأن ده بقى التعبير المزاجي، دي الحالة الشعورية. امتى بقى رب تيجي؟ امتى ندخل السماء؟ شهوتنا الحياة الأخرى مش الحياة الأرضية، حياة الدهر الآتي. أمين. تفضلوا نصلي.